صحيح صحيح. يعني طبعا زيارة اعتقد مش جديدة على النادي الاهلي، كمان زاروا النصب التذكاري لشهداء النادي الاهلي، صالة الجمباز وادارة الاعلام. كمان كابتن محمود الخضيب تبادل الدروع التذكارية مع مسؤولي النادي الليبي واهداهم طبعا قميص النادي الاهلي، معربا طبعا عن تقديره الشديد طبعا لزيارتهم اللي جت في اطار العلاقات القوية جدا اللي تربط النادي الاهلي مع الاندية الشقيقة في البلدان العربية. وزي ما بنقول النادي الاهلي دايما في حتة تانية، يمكن الزيارة ديت كانت مثمرة جدا، وكمان بتبرهن على مدى عمق والعلاقة ما بين النادي الاهلي وكل الاندية العربية بصراحة. وده اللي اعلن عليه او قاله فعلا الكابتن محمود الخطيب النهارده في اطار الجلسه اللي جمعته مع مسؤول النادي الليبي. اكد الكابتن محمود الخطيب ان النادي الاهلي هو شقيق كل الانديه العربيه. وتفتكروا حضراتكم دي مش اول زياره، ده يعني دايما بنقول النادي الاهلي في حته تانية خالص. يمكن تفتكروا احد الانديه الافريقيه في فتره سابقه السنه اللي فاتت جت كمان عشان تطلب توأمه مع النادي الاهلي على المستوى الاداري، كان سيمبا التنزاني، وكان وفد ورئيسة النادي كانت موجودة. كان في كمان السنة اللي فاتت في أكتوبر نادي الديوانية العراقي كان متواجد أيضا، خاصة في ملف أكاديميات كرة القدم. فعايز أقول لحضراتكم إن النادي الأهلي دايما في حتة تانية، والنادي الأهلي أصبح يعني وإن شاء الله على مر العصور يكون هو مثل وإكزامبل لكل الأندية تستفيد من خبراته، تستفيد من البطولات، تستفيد من الكوادر النادي الأهلي. كابتن كمان كابتن محمود الخطيب اضاف ان زياره الوفد الليبي النهارده بتعكس العلاقات اكيد ما بين طبعا الجانبين طبعا المصري والليبي. وبقول لحضراتكم تقريبا احنا بلد واحده. تفتكروا كمان المنتخب الليبي لما بيلعب مبارياته يعني مباراته الرسميه بتاعته هو بيلعبها هنا في القاهره وبيكون متواجد، فالعلاقات ما بين مصر وليبيا علاقات وطيده جدا كمان على مستوى الانديه. كابتن محمود الخطيب كمان عبر عن سعادته مع وجود خالد الصعيدي طبعا رئيس نادي اهلي بنغازي، اللي كان هو ايضا سعيد جدا بمقابله الكابتن محمود الخطيب، اللي بيعتبره قال انه يعني هو وجهه مشرفه للرياضه المصريه والاداره بحد ذاتها كمان. واكيد ده بجانب ان الكابتن محمود الخطيب احد اساطير قاره افريقيا في كره القدم. يعني بنقول زياره كانت زياره تاني بتدل على قيمه النادي الاهلي. الرئيس نادي بني غازي كمان اهلي بني غازي كمان بيقول ان النادي الاهلي هي وجهه للرياضه المصريه بشكل عام ومصدر الفخر لكل الانديه مش بس في افريقيا لكن كمان في الوطن العربي. هو تطلع كمان مع مسؤولي النادي الاهلي ان عايزين توأمه حقيقيه مع النادي الاهلي، توأمه ديت من خلال الكوادر الاداريه، نقل الخبرات كمان على مستوى اللعبات مش مستوى كره القدم بس. فعايزين نقول كمان يا سلام بنأكد تاني ان الزياره ديت بتدل ان فعلا النادي الاهلي مستمر في حته تانيه خالص وبقى مثل يحتذى به على جانب الأندية العربية والأفريقية.